مع استمرار معارك استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش، أعلنت خلية الإعلام الحرب استمرار القوات الأمنية بالتقدم باتجاه حي الدندان وحي الدواسة وحي النبي شيت، وتمكنت من تطهير العديد من البنايات والمناطق ضمن الأحياء وتطهير مجمع الدوائر الماء والكهرباء والمجاري ومقر قيادة شرطة نينوى ومجمع المحاكم. الانتصارات قد لا تكفي، بل يجب الإسراع في إرجاع النازحين إلى مناطقهم وتهيئة الجو في هذه المحافظات المتحررة لكي يعود هؤلاء إلى مناطقهم وإلى أراضيهم وسكناهم وغير ذلك من الأمور. من جانب آخر، تزداد معاناة المدنيين المحاصرين داخل أحياء الساحل الأيمن الذي تعرض إلى قصف شديد من قبل القوات العراقية وطائرات التحالف الدولي، الأمر الذي أوقع العديد من الضحايا في صفوف المدنيين وسط مناشدات بإيقاف القصف العشوائي وفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين. معاناة فظيعة يعني لا نتقبلها. من يتقبل أطفال وحفيان عريان في الأمطار وفي الأوحال والخوف والرعب يركض به الطفل الصغير والعاجز والمرأة يمكن لاحظتم على الفضائيات منظر لا تتحمله الإنسانية. إلى ذلك، باشرت قوات مكافحة الإرهاب بالتقدم بعدة اتجاهات وتمكنت من استعادة حي الصمود بالكامل واقتحام حي المنصورة، وتمكنت من تحرير العديد من المناطق والبنايات والتقدم باتجاه آخر واقتحام حي تل الرمان، وتمكنت من استعادة وتطهير العديد من المباني والمناطق ضمن الحي. مع استمرار معركة استعادة الجانب الأيمن من قبضة تنظيم داعش، تزداد معاناة المدنيين المحاصرين هناك في ظل عدم توفير ممرات آمنة لخروجهم. فراس الدليمي، الإخبارية، بغداد.